علاج تورم الشفاء اللي بيصيب بعض الناس بعد خضوعهم لبنج في الفم. طبعا في الغالب لا ينجم عن حقن التخدير أو البنج أي مضاعفات، بتمر بسلام. والمفروض حقن البنج أو التخدير في الفم أثناء خلع الأسنان أو حشوها أو أي إجراء على الأسنان في الغالب ليس لها أي مضاعفات أو آثار جانبية خطيرة، لكن في بعض الناس ممكن يظهر عندهم آثار جانبية غير مقلقة، زي أن فجأة المريض يجد أن في تورم للشفاه. طيب إزاي الشخص يتعامل مع هذه المشكلة؟ بيتم طبعا حقن التخدير في المنطقة اللي الطبيب بيستهدف العمل عليها، وده علشان يوفر شعور بالراحة للمريض، وبيزول تأثير المخدر بعد بضع ساعات. وطبعا بيتوقع أن يشعر المريض بخدر أو شعور بثقل في الشفاه أو الخد، وده أمر متوقع وطبيعي وغير مقلق بسبب تأثير المخدر على الأعصاب في هذه المنطقة. طبعا هذا التأثير هيختفي وهيزول خلال ساعات من تلقاء نفسه، وبالتالي لا يستدعي القلق. لكن ممكن البعض الأشخاص يجدوا ان الشفاء او الخد، يعني ممكن المريض بالخطأ يقوم بعض الشفاء او الخد، وطبعا هو مش حاسس، فبيقوم بعض الشفاء بالاسنان او الخد، فنتيجة ده بيحصل تورم في الشفاء او شعور بألم بعد زوال تأثير المخدر، وده بيعتبر ايضا امر غير مقلق في معظم الحالات. ممكن مبدئيا يعني علاج منزلي، علاج تورم الشفاء بعد البنج، من خلال طبعا وضع كمادات ماء باردة لمدة 15 دقيقة عدة مرات في اليوم، وبعد مرور 48 ساعة على زوال المخدر ممكن اللجوء للتناوب ما بين الكمادات الباردة والساخنة. طيب إذا كان الورم تحول يعني لونه إلى اللون الأحمر، أو بدأ المريض يشتكي من وجود حمى، بدأت حرارته ترتفع، ففي الحالة دي ممكن يكون الأمر أكثر خطورة. ممكن يكون المريض أصيب بعدوى، فبالتالي في الحالة دي لازم علاج بيتمثل لو هي عدوى بكتيرية في الإصابة أو في تناول مضادات حيوية. طيب كيف يمكن تجنب تورم الشفاه بعد البنج أو التخدير؟ زي ما عرفنا ان تورم الشفاه ده أمر غير مقلق بعد البنج أو التخدير، لكن ممكن تساعد العناية في الفم بعد البنج في تجنب حدوثه عن طريق ان المريض يحرص على عدم تناول الأطعمة الصلبة أو القاسية اللي بتحتاج للمضغ أو بتحتاج لمجهود عضلي، ممكن يجعل الإنسان بالخطأ يعض شفايفه أو الفم وهو لا يشعر، فبالتالي بعد زوال تأثير المخدر يبدأ يجد فيه نزيف أو يبدأ يلاحظ وجود تورم في الفم. كمان ممكن تناول العصائر الباردة أو مخفوق الحليب والزبادي اللي هي المشروبات اللينة السهلة، أطعمة آمنة خلال فترة التخدير، وبتجنب الإنسان التعرض لأي حوادث ممكنة. ممكن طبعا الإنسان عادي يستأنف تناول جميع الأصناف الغذائية بعد مرور 2 لـ3 ساعات على التخدير. يفضل تجنب فرك أو قرص أو خدش الوجه والشفاه خلال فترة التخدير، لأن في بعض الناس بيقوموا بهذه السلوكيات الخاطئة. طيب لو اتكلمنا عن العناية بالفم بعد البنج أو التخدير، طبعا في بعض النصائح مهم الانتباه ليها، زي يعني بعد الإنسان ما يخضع لتخدير في الفم للقيام بأحد العمليات المرتبطة بمشكلات الفم والأسنان، طبيعي الطبيب هيصف للمريض بعض الأدوية زي الأدوية المسكنة، وممكن الطبيب يطلب من المريض الاستمرار عليها لمدة 2 يوم بعد الإجراء اللي هو خاض عليه، فلازم المريض يلتزم بتعليمات الطبيب. طيب إذا كان في نزيف غزير
الطبيب هيتعامل مع هذا الأمر، ممكن يستخدم شاش يضعه على مكان النزيف، ممكن يطلب من المريض أنه يضغط عليه لمدة 30 دقيقة بعد الإجراء الجراحي اللي هو خضع عليه. إذا كان المريض بيشعر بالألم والتورم بعد الإجراء الفموي، ممكن أنه يضع كيس من الثلج أو كمادات ماء باردة على الخد في أقرب مكان لموقع الإجراء اللي هو خضع عليه. طبعا يفضل تجنب المضمضة وشطف الفم لمدة 48 ساعة على الأقل بعد الإجراء، وقلنا ده في حلقة سابقة لمنع إذابة جلطة الفم اللي هي بتساهم بشكل كبير في تسريع التئام مكان الإجراء الجراحي اللي خضع عليه المريض في الفم. كمان تجنب التدخين، لأن التدخين بيأخر من عملية الشفاء وبيزود من ألم ما بعد الجراحة، وبيزود من خطر حدوث العدوى والإصابة بنزيف مكان الإجراء الجراحي اللي خضع عليه المريض. مهم جدا الحرص على شرب كميات كافية من الماء بعد الجراحة، وإذا كان المريض بيشعر بتصلب في عضلات الفك بعد الجراحة، فممكن ان هو يمارس بعض التمارين البسيطة لشد او لفتح الفم او محاولة اكساب العضلات المرونة اللازمة لكي تعاود حركتها مرة اخرى. بنأكد ايضا على ضرورة تناول الاطعمة اللينة والسوائل مع تناول الاطعمة الصلبة، ولكن على الجانب الاخر اللي مفهوش الاجراء الجراحي او مفهوش التخدير، وده مهم جدا. في بعض الناس بيسرعوا وبيستعجلوا في الأكل وبدأوا يتناولوا الطعام بشكل مفرط وبشكل مفاجئ، وممكن هذا الطعام يكون فيه أطعمة زي الأطعمة المقلية اللي هي البطاطس المقلية والأطعمة اللي بتؤدي إلى إحداث خدوش في اللثة، أو ممكن تؤدي إلى خروج الحشوات أو أطعمة صلبة يتم تكسيرها بقوة في الفم، فبالتالي بتؤدي إلى مضاعفات وتؤدي إلى نزيف وممكن يصعب السيطرة عليه، وده بسبب عدم التزام المريض بتعليمات الطبيب وإصراره على تناول الطعام على هذا الجانب اللي هو خضع لإجراء تخدير فيه أو لإجراء جراحي أو لإصلاح مشكلة فيه. فمهم جدا عدم الاستعجال في تناول الطعام، ويفضل أول كام يوم يتم تناول الطعام في الجانب الآخر من الفم، الجانب السليم وليس الجانب اللي كان الطبيب شغال فيه. ويفضل طبعا الإكثار من شرب السوائل بشكل عام، ويفضل السوائل الباردة في أول 48 ساعة، وعدم تناول مشروبات ساخنة جدا علشان لا تؤدي إلى حدوث نزيف مرة أخرى مكان الإجراء الجراحي. ده كان أهم المعلومات عن علاج تورم الشفاه بعد البنج في الفم والأسنان. في النهاية بنتمنى السلامة للجميع، ونلتقي بإذن الله في فيديو جديد وموضوع جديد.